السلام عليكم يا شباب، هنوريكم ازاي الدكتور بيعرف ان انت محتاج نسبة قد ايه وكده، ازاي الدكتور اصلا ذات نفسه او اللي هيحكم هيستخدم البلوجريزم ازاي. اوريكم كأنت طالب تعرف انت بتستخدم البلوجريزم ازاي. انت بعد ما تخلص البحث بتاعك خالص تمام، تفتح البلوجريزم تشيكر وتعمل لود كومنت. انت لو مش معاك النسخه اللي هي نازله بالكراك مش هتعرف تعمل الحركه دي، ان اغلبيه النسخ اللي بتبقى مع الناس بيعمل مثلا 400 كلمه 400 كلمه 300 ب 300، في ناس بيعمل معاهم 700 ب 700 كده، وفي ناس مثلا ممكن يعمل معاهم يحمل البحث يعمل لك بحث كامل مره واحده بس في اليوم. انا معايا مفتوحه يعني، انا مش عارف ازاي بس هي مفتوحه. نعمل لود كومنت تمام، نضيف البحث اللي احنا عايزين نعمل له بلوجريزم كامل بعد ما خلصته كله وهيحمله كله مره واحده. نعمل انلايز ات، هو يغيب يحمل بقى في شويه، يغيب حوالي 5 دقائق او 10 دقائق بيحمل تمام، بيعمل كل جمله جمله بيشوف نسبه الاقتباس فيها قد ايه تمام. هنسيبه يحمل، هياخد حوالي 5 دقائق بالظبط، وهو بيحمل كده هنشرح لكم ايه اللي بيحصل. مثلا الجمله، اول جمله ديت مثلا انا واخدها بنسبه 41%، مقتبس فيها بنسبه 41% من الموقع ده، هو جايب اسم الموقع اللي هو موقع ساينس دايركت، انا جايب من الجمله دي منه بنسبه 41% تمام. الجمله اللي بعدها مش انا جايبها من عندي، مش هيلاقي لها مرجع تمام، ده هتلاقي غالبا في اول جمله. هتلاقي بعض الحاجات عندي، بعض الجمل اللي عندي واخدها بنسبه 100% كمثلا كتعريف، كنسبه حاجه مثلا اهي ديت مثلا الانترناشونال دايابيتس فيدريشن، اسم الحاجه اسم المنظمه ذات نفسها مش عارف اغير فيها حاجه، ان هي بتتوقع ان في 2030 النسبه هتزيد هتبقى كذا، انا واخدها بنسبه 100%، دي حاجة أنا ما غيرتش فيها. هتلاقي حاجات بنسبة مثلا 22% 55% 45%، هو بيعمل لكل جملة جملة وكل سطر سطر بيعمله، شوف أنت جايبه منين حتة. هتلاقي حاجات 0%، هتلاقي حاجات عندي كتير 100% برضه. بس الفكرة في النهاية، نهاية البحث كله بيبقى عندك نسبة اقتباس قد إيه. طب الدكتور أو اللي بيعمل البروجريزم ده هيعرف الموقع إزاي؟ بص مثلا الجملة دي أنا واخدها بنسبة 100%، هنخش عليه، نخش على الموقع بتاعها، بنفتح من هنا كده، هو بيقول لي استنى اما يخلص وجزم الشكر، اما يخلص خالص تمام، استنى اما يخلص، هو قدامه شغل، ولا عندي 176 جملة بيعمل لهم خلاص، هو كده خلص تمام. نشوف اي جملة فيهم زي ما احنا قلنا، مثلا ناخد دي مثلا، اهو موقع اول ما بيتك على الجملة كده بتظهر له الموقع اللي انا جايبه منها، يعني اللي شايفين الاحمر ده كله ده انا اللي واخده كوبي، وجايب له اسم المرجع جنبه اهو جورنال اوف دايابيتس ريسيرش 2018 تمام، والدي او بتاع المجلة، هو بيتك هنا على الرابط ده كده، هو بيجي له رابط تحتيه اللي يفتح له المجله على طول او الموقع على طول. اول ما بيتك على الرابط انا بيحمل بس الموقع، اهو حمل المجله اللي انا جايب منها، حمل اللي هو كده حمل المجله اللي انا جايب منها كل حاجه، الموقع اللي انا جايب منها الجزئيه دي بس. اما بيخلص خالص بقى بتتك هنا السمري، تشوف نسبه الاقتباس كلها كام. انا عايز عندي نسبه الاقتباس 38% ده كده 100 100، هو قال لك النسبه، هو الفكره كلها ان مش عايز المربع الاسمر ده او الليزر ده يبقى 50%، مش عايز يزيد عن 50%، التوتال كله ما يزيدش عن 50%، انما المرجع الواحد ممكن تقتبس منه بس برضك ما تجيش في مرجع مثلا البيبر مثلا 4 صفح وتروح انت واخد منها صفحتين، انت كده جبت ال 50% غلط تمام. هو هنا ممكن تجيب لو عايز تفاصيل اكتر عن الحاجه بتاعتك ممكن تك هنا، بس هو ما فيش هنا عشان النسخه مش مهندسه. اه بص، هو قال لي هنا انا عندي مثلا البحث بتاعي كله فيه 3439 كلمه، في منهم 1312 كلمه بلوجرايزد انا مقتبسه تمام، بس خلاص كده.